فلذلك كان إذن حديثنا اليوم بحول الله عن منزلة القيام من حيث هي مرتبة إيمانية وصفة ربانية يتصف بها العبد المؤمن الذي صفت سريرته وأقبل بصدق على الله جل وعلا. نحاول أولا أن نتبين المعنى معنى القيام، ثم بعد ذلك نحاول أن نتبين كيفية إحراز هذه المنزلة أو هذه المرتبة أو هذا المقام الإيماني. ليس قيام الليل عبارة عن صلاة وحسب، بل هو قبل ذلك استعداد ويقظة قلبية، ولذلك سمي قياما، لأن هذا اللفظ كما هو معلوم في العربية من قام يقوم أي وقف ونهض. ومعلوم أن الإنسان المؤمن إذ يصلي بليل يصلي قائما، لكنه أيضا يركع ويسجد، وقد يطيل الركوع والسجود على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل على قدر ما قد يطول قيامه أيضا. ومع ذلك غلب لفظ القيام على صلاة الليل حتى سميت كلها قياما، ولم تسمى طبعا اعتبار لحركة الوقوف أو هيئة القيام، هذا هو الأصل اللغوي نعم، ولكن سميت كذلك اعتبارا لهيئة القلب، وسآتي بحول الله بدليله من كتاب الله جل وعلا. اعتبار لهيئة القلب أي قيام القلب ويقظته، فمن لم يقم قلبه فإنه لا يعرف ما القيام في صلاته وإن وقف وركع وسجد. وقد وجدنا هذه العبارة تستعمل في كتاب الله جل وعلا لكل أمر ذي بال، لكل أمر جلل، في ما كانت شي قضية كبيرة في القرآن طلب الله سبحانه وتعالى من العباد أن ينجزوها من كبائر العبادات وفضائل الأعمال الكبرى إلا واستعمل فيها لفظ القيام، سواء في قوله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل، قم من القيام، قم الليل إلا قليلا، أو في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وذلك إذن قوامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القيام بالنذارة في المجتمع وبين أظهر الناس، ولأنها أمر كبير وعظيم أن يشتغل الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد وأن يرجع عليه ذلك بالابتلاء، إما في ماله أو في بدنه أو في نفسه أو في أي صورة من الصور. لا يقع أمر بمعروف ونهي عن منكر إلا واستتبع ابتلاء لذلك الداعي إلى الله جل وعلا، ولذلك قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. وكان يمكن من الناحية اللغوية البشرية طبعا أن يقال يا أيها المدثر أنذر، ولكن أسبقه بفعل القيام قم أولا عد فأنذر، فلو لم يقم فإن النظارة لا تكون على مستوى ما يجب أن تكون. وهذا القيام طبعا ليس قيام البدن، وإنما هو قيام العزيمة، وعلى هذا يفهم أيضا قوله عز وجل وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام أي عزم وعقد العهد مع الله جل وعلا على التفرغ له سبحانه وتعالى داعيا له إلى صراطه المستقيم. وإنه لما قام عبد الله، قام عبد الله يفعل ماذا؟ يدعوه. رد الفعل إذن كان طبيعيا، كادوا يكونون عليه لبدا أي الكفار التفوا ضده واتحدوا ضده وتلبدوا أي اجتمعوا واتحدوا عليه لا له، كادوا يكونون عليه لبدا حزبا واحدا ضد الإيمان وضد دعوة الله جل وعلا. ولذلك رد عليهم قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أيضا أمر التفكر في خلق السماوات والأرض بما يفضي إلى الإيمان بالله وتوحيده جاء فيه هذا التعبير، وهو قوله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فتبين إذن أن تفريغ البال للتفكر في خلق السماوات والأرض وللتدبر في أمر الخليقة وأمر التوحيد يحتاج إلى نهضة قلبية، يحتاج إلى استعداد. ولذلك قال لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، وهذا التعبير فيه وضوح على خصوص معنى القيام.
لأنه استعمل فيه عبارة ثم، وهي تفيد في العربية ترتيب الفعل، أي أنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما جادل الكفار، ناقش كفار قريش بالإسلام، رفضوا يسلموا، رب العالمين وجهه وأعطاه المنهج، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهم، أي للكفار، إنما حاجة واحدة تديروها، إنما أداة حصر، إنما أعظكم بواحدة. هذه الواحدة هي ما يلي، جاء التفسير، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الأصل في الكلام هو إنما أعظكم بواحدة، أن تتفكروا، لأن التفكر هو الذي يفضي إلى التعرف إلى الله جل وعلا في وحدانيته من خلال صنعه وخليقته، كما في قوله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. عجيب هذا التعبير، فيه حذف. ما معنى حذف؟ يعني وصلوا لواحد النتيجة وواحد الكلام طويل كي يتم رب العالمين اختصروا، أي أنهم حينما تفكروا في خلق السماوات والأرض تبين لهم أن الله واحد أحد فرد صمد من خلال ما رأوا وأبصروا في خليقته، ولذلك وقع في قلوبهم الرعب والخوف من الله جل وعلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا كلام ديال المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، كأنه قال حينما تفكروا في خلق السماوات والأرض أو حينما يتفكرون في خلق السماوات والأرض فإنهم يبصرون حقيقة الإيمان، فيقع في قلوبهم من الفزع ومن الرهب ومن الرغب ما يجعلهم يلجؤون إلى الله ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذا الكلام كله تختصر في جملة واحدة، لأنه معروف، معروف بما؟ بالتجربة الإيمانية، لمن قام بالتفكر في خلق السماوات والأرض فإنه يصاب بالفزع ويصاب بالخوف من هول هذا الكون وامتداداته العظيمة اللامحدودة، فما بالك إذن بربه الخلاق العظيم جل وعلا. ومن هنا يشعر الإنسان فعلا بنوع من الرهب حينما ينظر إلى هذا الكون الفسيح العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا اللي كيدل على أنهم خافوا، لم يطلبوا الجنة وإنما خافوا من النار. فقنا عذاب النار، كل من تفكر حق التفكر فإنه يقع بقلبه من الرهبة ومن الخوف ما يجعله يفر إلى الله جل وعلا ويسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية، لأن نعمه كبيرة ولا سبيل إلى إحصائها بالشكر والحمد، فيشعر العبد بالتقصير ولو كان سيد العابدين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله عز وجل أن يتغمدنا أجمعين بالرحمة والمغفرة. فإذا ما دامت هذه القضية، أي قضية التفكر، من الأمور الكبيرة، لأنه حتى النصارى كيتفكروا كيتأملوا، ولكن لا يقومون لله في تفكرهم، يقومون لمن؟ لأنفسهم. وفرق كبير، يعني الإنسان كاين ناس عندهم أذواق جمالية، يعجبوا المنظر ديال الغروب، كيقول لك نمشي نتفرج في الغروب على شاطئ البحري أو على نهرين أو في سفح جبال، ولكن ما كيوقع في قلبه والو من الإيمان، بل ربما يزداد كفرا وربما مارس المعصية على ذلك. ما الفرق؟ هو يتأمل لنفسه، ولكن رب العالمين قال لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم عاد من بعد ثم تتفكروا، لا يصح تفكركم ولا يقودكم إلى الهدى والصلاح إلا بعد قيام لله، أي تجرد من أهواء النفس، تجرد من رغائب النفس والهوى، أن تبحث عن الحقيقة مجردة من كل أهوائك وأذواقك لتصل فعلا إلى الإبصار، تبصر الآيات دالة على مولاها سائرة إليه بجمالها، هذاك الجمال اللي كنت كتشوفه لنفسك تراه هذه المرة، ولكن تراه راكعا لله ساجدا لله سائرا كسائر الأفلاك السائرة إلى الله جل وعلا. آنئذ يقع بقلبي المتفكر من الخشية والخوف ما يقع بقلب الصادق المؤمن، لو لم يكن ذلك كذلك لما أمره جل وعلا، أي أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الذي فيه الحصر، يعني لا صدعوك هذا الكفار وعيوك هذا الكفار، قل لهم يديروا غير وحدة حصر، إنما قول إنما إذا داروها فعلا وصلوا إلى الإيمان إن كانوا صادقين في البحث عن الحق. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، هالخطوة الأولى، تقوم أي
تنهض، تتجرد نفسيا، تعقيد عزيمة على البحث عن الحق. ولو فعلت وصلت، ولو كنت في مرحلة الكفر وحصل وشهادات لبعض الناس ممن أسلموا من الكفار، هذه حقيقة. قريت واحد العدد ديال القصص ديال الناس اللي يسلموا من النصارى بشكل خاص، من بينهم هذاك المسلم المشهور الإنجليزي يوسف إسلام اللي كان كيتسمى من قبل كات ستيفنز. قصته التي كتبها بيده وهي مطبوعة موجودة مترجمة متداولة في الأسواق، أنه غرق في البحر، غرق في البحر، حتى له حادثة ديال الغرق في البحر. كان كيسبح، إنسان مغني فنان كما يعبرون، فغرق في البحر ووجد أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وعجيب سبحان الله، حينما وقف المفسرون عند قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قالوا حتى الكافر، الكافر إذا دعا ربه مضطرا يجيبه، لأنه يلتجئ إليه وحده سبحان الله العظيم. وسبحان الله العظيم في الحصلة الإنسان لا يعرف إلا التوحيد، قاعدك شي كله ديال الشركيات كيهرب ليه، ولو كان من المشركين. من يقدس فلانا أو علانا أو صخرة أو حجرة أو ضريحا أو شيء، لما يتزير مزيان لا يعرف إلا الله، لأن القلب آنئذ ينادي بضرورة الفطرة، ماشي هو اللي كيتكلم، الفطرة اللي في قلبه اللي كتغوت تستغيث. فكذلك وقع لهذا النصراني وقال كلمة واحدة، يا ربي إن أنجيتني لأخدمن دينك الحق، يا ربي إلا نجيتني غادي نخدم الدين ديك الحق. هو في ديك اللحظة يحكي أشبالو في بالو النصرانية، زعما غادي يولي رهباني، يدخل سلك القساوسة ويدخل الدير، ما كيعرفش الإسلام، ولكن لأنه كان صادقا القلب ديالو فيه الصدق باغي يخدم الدين الحق، ربي ادى حتى الدين الحق. فجاءته نسخة مترجمة من القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم بالإنجليزية، صفتها لأخوه من المشرق، كان سائح خوه في الشام، وصفت له نسخة. فإذا به لما كان يقرأ، طبعا رب العالمين يعني كيحكي هو القصة، أنه هزته موجة ورمته في الشاطئ على الحجر وخرج. وبعد ذلك يعني بأيام يعني مازال ما بل له شيء شنو غادي يدير، حتى وصلت وقلت هدية نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة بالإنجليزية وقرأها. فإذا به يجد نفسه منقادا إلى الإسلام رغم أنفه، على شو واحد من قودوا الإسلام، فأسلم ووجد أن دعوته قد قوبلت عند الله جل وعلا. التفكر الذي يكون فيه الصدق في البحث عن الحقيقة، اطلب انت غير الحقيقة، فرب العالمين سيقودك إليه، لأن الباحث عن الله من الكفار لا يعرف الله، راه كافر سميته، فهو لأنه يبحث بصدق رب العالمين يهديه إليه، كيجيبوا لعنده. انت غير دير النية ديال الصدق أنك بغي توصل، راه رب العالمين سيأخذ بيدك ويأخذك إليه. إذن هذا الصدق، هذا التفرغ لله، تفريغ القلب للوصول للمحبة الخالصة لله، هو القيام، أن تقوموا لله أولا، يعني قل إنما أعظكم بواحدة، راي خطب الكفار دابا ماشي المسلمين، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. رب العالمين يعني أعطاهم الطريقة، يعني فكروا بالواحد بالواحد أو باثنين باثنين. لماذا؟ والمثنى في العربية ملحق بالمفرد، يعني أنه أعطاهم منهجا فرديا في التفكر، لأن بنادم باش يعني وصل الحقيقة في مثل الأمور الإيمانية الوجدانية خصو واحد النوع ديال الجلاس مع راسه، لأنه غير تكون في جماعة، الجماعة مرة واحدة يدخلها اللغط ويدخلها الشيطان ويثير يجيب الأمور ديال المجتمع. هذا فيما يتعلق بعبادة التفكر. أما سائر العبادات الأخرى التي تتعلق بالتوجه إلى الله عز وجل، فالمستحب فيها وفي بعض الأحيان الواجب فيها أن يكون المؤمن مع جماعة المسلمين، أي مع الأمة، وبناء الصلاة في المسجد، هذا شكل آخر. فتفكر له خصوص، إذا بغيت فعلا توصل لحقائق الإيمان، نجعل لك خلوة مع ربك الذي خلقك، مع ربك الذي خلقك، تتفكر وتتدبر وتحاسب نفسك وتسائلها، آنئذ ستصل إلى الحق بإذن الله، وسيهديك مولاك إليه. أن تقوم لله مثنى وفرادى، يعني إما تكون أنت وصاحبك، شو واحد صاحبك مزيان من أهل الخير، تدول معاه كلام الخير، ينصحك، تستشيره في أمرك، ولا تعدد، لأن الأكثر بندم ما كيبقاش تفكر، كتولي مدارسة. مجتمع قوم، اجتماع في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، هذا منهج آخر، ولكنه مفيد ليس في التفكر، ما يعطيكش الفرصة ديال التفكر، لأن التفكر راه أنت ساكت ولكن القلب ديالك خدام، ما كاينش المناقشة، كاين السياحة في ملكوت السماوات والأرض،
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وإن جاء التعبير ذكرته مرارا، يعني هذا التعليق، وإن جاء التعبير في هذه الآية ويتفكرون بصيغة الجمع، فإنه دال على الحال الفردي في كل شخص، يعني هذا حالهم العام، ولكن عملية التفكر هي عملية فردية ذاتية بدليل هذه الآية: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكر. وقال ثم، يعني ما غادي يعطيك التفكر النتيجة ديالو حتى ديرو بهذا الشكل، بهذه الشروط الشكلية والجوهرية. الشكلية أن تكون فردا، والجوهرية أن تفرغ بالك مما سوى طلب الحقيقة. جوهر يعني تكون قائم لله، متفرغ له سبحانه وتعالى. توسعنا في هذا المعنى الذي هو أن تقوم لله، القيام لله، من أجل أن نفهم ما معنى قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم، قم الليل. كان ممكن يقول له صلي بالليل وتهجد به نافلة لك، وقالها، ولكن في هذا الخصوص فصل على المنهج. أحيانا كيكون في القرآن إجمال، وأحيانا كيكون تفصيل، هذه من المفصلات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فحينما بينه القرآن بهذا المنهج، وكان سورة المزمل خاصة أوائلها من أوائل ما نزل من القرآن، هذه من الصور الأولى اللي نزلت من القرآن، وباقي النبي صلى الله عليه وسلم كيخاف من الوحي وكيخاف من سيدنا جبريل، مازال ما عرفوش، لأن الزمل يزمل أي ادثر بغطاء أو لحاف. اللي نزل عليه سيدنا جبريل وقال له اقرأ مرة الأولى، هرب النبي عليه الصلاة والسلام، هرب إلى زوجه خديجة وقال لها: زملوني زملوني، غطيوني غطيوني، بحال شدته السخانة البردة. كان يرتعد عليه الصلاة والسلام من الخوف، فقال له الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فإذا القضية أين هي؟ القضية في قيام القلب لله جل وعلا حتى يقوم البدن، ولا تمام ولا كمال لصلاة الليل إن كان القلب شاردا. إلا أنت كتصلي تراويح مع الإمام أو بوحدك والعقل ديالك ما كينش هنا، ما حاضرش، تفكر في أمور دنياك، في أمور همومك، هموم الدنيا، فإنك لا تقوم الليل. ربما تصلي الليل لكنك لا تقوم الليل. قيام الليل حقيقة ليس عندك. وأن تقوم الليل إذن أن تعزم على استحضار قلبك وحضوره عند كل لفظ وعند كل حركة من الصلاة، بدءا بتكبيرة الإحرام، فتكون قائما. أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، أن تقوم لله ثم تصلي بناء على هذا الوزان وعلى هذا القياس. أن تقوم ثم تنذر، قم فأنذر، قم فادعو إلى الله. ولا دعوة بغير قيام لله، أي تجرد وإخلاص لله الواحد القهار. هذا قيام لله ودعوة مبنية على هذا القيام. ولذلك الدعوات التي لا تنبني على هذه العزيمة وعلى هذا التجرد تموت في مهديها، ولا يبارك الله فيها لما يدخلها من الخطل والزلل، ولما يدخلها من الرياء والنفاق وحب السمعة، نعوذ بالله من كل ذلك. أما القيام لله في الدعوة إلى الله فهي تجرد، وهي نهضة قلب، وهي إخلاص. لهذه الأسباب تنجح الدعوات التي أخلص أصحابها لرب العالمين، كذلك تستقيم الصلوات الليلية التي أخلص أصحابها لله رب العالمين، وتفرغت أذهانهم ومواجيدهم لله رب العالمين ذكرا وعبادة وتلاوة وإنصاتا وركوعا وسجودا ودعاء إلى آخر أفعال الصلاة. يقع لنا جميعا شرود بسبب شيطان الصلاة، كما في الحديث الصحيح، خنزب، شيطان الصلاة اسمه خنزب كما ثبت في صحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس غادي يكبروا تكبيرة الإحرام، تكبر غير أنت تكبر، بدل أن تكون مع الله البلد ديالكم شائل الدنيا، ما كان سيق الخبر حتى يقولوا آمين، يقول عجب قالوا آمين، يعني صورة الفاتحة ما سقط لها خبر منين دازت. معنى ذلك أنك لم تقوم لله، تصلي ولكنك لم تقوم لله حقيقة. قم، قم الليل، قم. إذا قام بدنك واستيقظ ولم يكن نائما راقدا، فوجب أن يكون قلبك حيا، قلبك معك مع ربك قائما معك. وإنما البدن تابع للقلب والعكس غير صحيح. شكون اللي تبع الآخر؟ البدن تبع القلب. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فقد يصلح الجسد ويفسد القلب،
يمكن البدن يكون قوي بحال الصور، ولكن القلب هالك مريض بأمراض الدنيا بأمراض النفس. أما إذا صح القلب وصفى ولو كان البدن متهالكا فهو على أسلم ما تكون العافية. الصحابة الذين كانوا إذا مرضوا يحملوا بعضهم بعضا يتهادون إلى المسجد، تلقى الصحابي مريض مدقدق والدين كيميل يزدي الريح بسبب المرض حتى يقام في الصف، ولا يقوم لا يستطيع، البدن ليس بقائم وإنما يقام كما في حديث ابن عباس حتى يقام في الصف، كيوقفوه ويتدوه باش ما يطيحش في الصف لمرضه. هذا بدن قائم لأن القلب هو الذي قام أولا، قلب فيه النفس فيه الحيوية فيه الحياة وليس فيه موت. هذا الذي يطلب منك ربك لتقوم الليل، أن يقوم قلبك، أن يتفرغ، أن يحضر الصلاة لحظة لحظة بدءا بتكبيرة الإحرام. وإذا انطلقت في سورة الفاتحة انطلاقة جيدة أمنت ما بعدها، معنى ذلك أن الإنسان يرد البال مزيان لبداية الصلاة من تكبيرة الإحرام حينما تكبر الله عز وجل وشهادة أن الله أكبر من كل همومك، الله أكبر، فرغت بالك من كل ما سوى، أكبر من الدنيا، أكبر من التجارة، أكبر من الهم، أكبر من كل المشاكل. فإذا كن معه وقرأ الحمد لله رب العالمين أو أنصت إلى الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين وعيش مع الفاتحة، تكون آنئذ قائما لله تصلي قياما حقيقيا. فتركع من بعد سماع القرآن أو تلاوة القرآن، أنت راكع ولكن قائم، وخلبدا راه راكع لأن القيام هو وقف، ولكنك راكع وقائم وساجد وقائم لأن القلب قائم يقظ مستقيم. والأصل ديال كلمة قائم منين جاية؟ هي شي حاجة اللي مقدة مستقيمة، قام واستقام بمعنى واحد في العربية، غير هذاك ثلاثي وهذاك فيه زيادة لطلب الاستقامة، استقام كأنه طلب أن يكون مستقيما قائما ليكون قائما. فإذا أنت قائم أي مستقيم، في الأصل البدن مستقيم لأن العمود الفقري يكون قائم وقف، ولكن في الحقيقة ماشي هذا هو المعنى الأساسي الآن في الإصطلاح الشرعي، صار دالا على استقامة القلب شد الطريق مقادة في صلاته إلى الله، لا ينحرف بتفكر خارج الصلاة ولا بالتفات يختلسه منك الشيطان يختلسه من صلاتك، بل أنت قائم الوجدان مستقيم الوجهة، فذلك هو القيام، سواء كنت واقفا عند القرآن أو راكعا أو ساجدا أو جالسا للتشهد والذكر، كل ذلك قيام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. علم أن الله عز وجل فرض بهذه الآية أول الأمر صلاة الليل، يعني في البداية دي العهد الدعوة الإسلامية فرض صلاة الليل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أجمعين، كانت مفروضة عليهم قيام الليل، ثم نسخ ذلك بأواخر سورة المزمل نفسها، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، تهم كان مفروض عليهم، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. رب العالمين رأفة بهذه الأمة، يعني في قيام الليل خارج رمضان اللي كان فريضة في أول عهد الدعوة الإسلامية، نسخ الحكم ديال الفرض وخلاه ندب، وقال رب العالمين عالم سبحانه وتعالى أنه الأمة بدءا بهاد الصحابة غادي يوليوا يشتغلوا بأمور متعددة، يمكن يكون فيهم الإنسان اللي مريض علم أن سيكون منكم مرضى يحتاج ينعس بالليل ويرتاح باش يلقى القوة لعبادة الله عز وجل بعد في فريضته وفي نوافله أيضا، والذين يتاجرون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني كيمشيوا في التجارة مشي صفر للسلعة ويجيب ويدي إلى آخره، فهذا الضرب في الأرض هنا بمعنى التجارة، ولذلك سمي عقد المضاربة وهو نوع من أنواع العقود المالية مضاربة لأنه سافر في الأصل، الإنسان كان يسافر للتجارة وما زال كذلك إلى اليوم، وسواء سافر أو لم يسافر فهو مشتغل بأمور دنياه من أجل دينه، فالله عز وجل عافى عنه لذلك وحط عنه حكم الوجوب
إلى درجة ندبي في قيام الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله الجهاد. قال فقرأوا ما تيسر منه. شاهدوا عندي هنا الكلام كله من أجل كلمتين، الأولى فقرأوا ما تيسر من القرآن، والثانية اللي هي مكررة تكرار تأكيد وتجديد فقرأوا ما تيسر منه. رب العالمين سمى القيام قرآنا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار عالم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا، يعني بدل أن يقول فقوموا ما استطعتم أو ما تيسر لكم قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. لما؟ للدلالة على أن مفتاح القيام القرآن. سر السر باش تبقى محافظ على هيئة القيام الروحية أن تعيش القرآن آية آية، بدءا بالفاتحة وانتهاءا بما تيسر من القراءة من السورة وغيرها. ولذلك وجب الانتباه صلاة التراويح لتحقق القيام حقيقة وتذوق معنى الركوع ومعنى السجود وسائر الأذكار التي بعد، لتحقيق ذلك باش تشعر باللذة ديال الركوع والحلاوة ديال السجود خصك تكون حققت المرحلة ديال القرآن، وأنت قائم واقف تقرأ القرآن أو تنصت إلى القرآن عيش مع القرآن، وإلا ركعت وسجدت لا تدري ما تصنع ولم تستفيد شيئا من صلاتك فلا تكون من القائمين. إذن انتبه لما يقرأه الإمام إن كنت في التراويح أو عيش الكلمات. طيب ها هنا لنا كلام، كيفاش الإنسان ينتبه للقرآن الكريم؟ وهذا جواب كيف يقوم الإنسان الليل من بعد ما تبين معناه واتضح أنه يقظة قلبية أطرد الشيطان. عندنا جوج ديال الأمور، الأمر الأول إنجاز المدافعة، الأمر الثاني المرابطة، المرابطة على المعاني. أما مدافعة الشيطان فقد سلف القول بأن الشيطان الصلاة اللعين نعوذ بالله منه خنزب يفتن الإنسان، يحاول يتلفك حتى على تكبيرة الإحرام، حتى بعض الأحيان كتكبر ما كتعرف واش درتها ولا ما درتها، تبقى شك في راسك ويخرج بك مباشرة بعد تكبيرة الإحرام يجيب لك الوساوس، قال الحاجة اللي الناس يجيبها لك البالك من أجل شيء واحد ما يخليكش تعيش سورة الفاتحة يتلفك عليها. وسورة الفاتحة هي كنز القرآن، إذا فاتك الكنز ماذا بقي لك بعد؟ كنز القرآن، لأنها أم القرآن. أم القرآن يعني المعنى ديال الأم في العربية بحال الدماغ ديال الحاجة، ضربه على أم رأسه، ضربه للرأس يعني الدماغ دياله بمعنى الضربة القاضية. فإذا اللب ديال القرآن هو سورة الفاتحة، هذا المعنى. إذا فاتك سورة الفاتحة فاتك اللب ديال القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ما كاينش بحالها لا في القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ولا في الكتب السماوية كلها اللي سبقت. سورة الفاتحة ذلك فضل خص الله به هذه الأمة كما خص ببعض الآيات الأخرى، ولكن سورة الفاتحة من حيث هي سورة هي السورة الوحيدة في القرآن اللي عندها التاج ديال الريادة والرئاسة. فلذلك إذن احذر دافع الشيطان، ما تخليش يديلك من سورة الفاتحة، ما تعطيه والو منها، بنادم ضعيف لا بدك يشرد الإنسان، فإلا جات الضربة في حاجة من بعد ما كاين بس. علاش؟ لأنه القرآن الحمد لله واسع، مشات لك هذه الآية، الآية اللي من بعدها تنفعك، مشات لك اللي من بعدها، اللي من بعدها تنفعك، ولكن إلا مشات لك الفاتحة ما كاينش اللي ينوب عليها، ليس في القرآن مثلها. ما تخليش الشيطان يديلك سورة الفاتحة، مشات لك ركعة الركعة الثانية عيش معها، مشات لك سجدة السجدة الثانية حضي راسك، ولكن سورة الفاتحة تقرأ في الركعة كلها مرة واحدة. إذن دافع الشيطان، هز السلاح ديالك وبقى فايق، هلا قال لك العدو غيدخل من هذه الثقبة، هي سورة الفاتحة اي وحدي، هذا مدافعة، هذا قيام، هذا هو القيام، قيام الليل هو هذا، يقظ فايق حاضر راسك، شيطان راه جاي 100% جاي، عنده يسحب لك باللي راه يمكن هذا النهار ما يجيش. لا توجد صلاة على الإطلاق لا يجهد الشيطان ويجتهد على إتلافها وإتلاف صاحبها. إذن إلى جاي 100% الله عز وجل يقول في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وهذه عقيدة عجيبة كثير من الناس في عمى عنها مع الأسف. شنو هذا العمى؟ هذا العمى هو أن بنادم كينسى الشيطان، ما تنساش، غلط تنسى الشيطان. أتنسى عدوك لما كتكون عداوة بينك وبين شي بشر وتكون واحد العداوة مبنية على أمر فيه ما فيه من الإذاية لك، ما كيبغيش تنسى لك هذاك العدو، كيبغيش تنسى لك، فما بالك بالشيطان
العدو الأكبر فعلا. الله رب العالمين قال لك إن الشيطان لكم عدو، ثم أمرك قال لك فاتخذوه عدوا، خصك أنت تتخذوا عدو وتبدأ معتبروا عدو أبدا بالليل والنهار حتى تموت. إذا اتخذت هذا المعنى في قلبك وجعلت الشيطان عدوا حقيقيا، معناه أنه لك بالمرصاد، فكن له أنت أيضا بالمرصاد، ومرصادك الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هنا إذن الله جل وعلا ينصرك لأنك تنتصر لله، لأنك قمت لله، أن تقوم لله، فأنت الآن مجاهد عسكري من جنود الله. إذا حققت هذا فاعلم أن النصر حليفك 100%، لأن رب العالمين يقول لنا وإن جندنا لهم الغالبون. أما إلى البلد ديالك مشى للسوق ولا مشى للدار، لست من جند الله، فدبر رأسك، يكيلك ربك إلى نفسك، دبر حيلك. أما وإنك أخذت سلاح المجاهدة والمدافعة وقمت لله، فإن الله ينصرك على الشيطان، غير يجيك تشعر به، سبحان الله العظيم. وأعطاك النبي عليه الصلاة والسلام من السنن الكثير لمدافعة الشيطان، استعيذ بالله، أو تتفول عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يدوب، وجربناه وجربه كثير من الناس وهو فعال كما يقول أهل الطب القديم، فعلا سبحان الله عليه. غير تحس بوسواسة ديال إبليس وتميل على يسرك واحد شوية فتنفث، يعني بحالك تبزق واحد البزق خفيف، تنفث أو تتفول عن يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كتبقاش الأثر ديالو، كترجع لك الروحانية ديالك والحضور ديالك مع الله سبحانه وتعالى. ولكن هو ما كيملش، جاي واحد المدة عاود يرجع لك، ثم افعل به ما فعلت في الأولى فتكون من المنتصر، وتصلي الصلاة ديالك مخيرة، وتكون على أعلى درجة من الورع والتقوى والمجاهدة والقيام قائم، لأنك ما كنتش كتصلي وانت ناعس مرخي، لا كنت تصلي كما تحارب، كما تحارب، لأنك دخلت معركة مع الشيطان. هذا الشرط الأول وهو المدافعة أو المجاهدة. بعد ذلك المرابطة، وهو المرابطة مع المعاني. إنما المعاني هنا ماشي المعاني التفسيرية، وإنما المعاني التذكيرية. علاش؟ المعاني التفسيرية هي ديك المعرفة الدقيقة والعلوم التفصيلية ديال القرآن، هذا ما يمكنش، لا يمكن للعالم ولا للجاهل من باب أولى وأحرى. اللي قاري ما يمكنلوش وهو كيقرأ القرآن أو كينصلي يبدا متبع هو التفاصيل ديال التفسير، لأن شحال قدو. الحمد لله رب العالمين، خصك شوية تقول الرحمن الرحيم، وإلا بقيت بتبع يعني بالخيال ديالك التفسير ديال الحمد لله رب العالمين، تما تجلس ما تزيدش آية أخرى حتى الغدا، لأن تفسيرها لا ينتهي. فإذا لما تكون في الصلاة ما كيتهمكش المعاني التفسيرية، خذ المعاني التذكيرية. أما المعاني التذكيرية فإنما هو المعنى العام الذي يصل قلبك بالله، وهذا يستوي فيه العالم والجاهل. كيف ذلك؟ يعني هذا ما محتاجش للقراية. صحيح أن العلم بالآية يعطي فضاء أوسع وإمكانية أسرع للتذكر، كيكون الإنسان عنده سرعة في الوصول، ولكن حتى الإنسان اللي ما قارش كيوصل بإذن الله إن صدق الله جل وعلا، لأن المعاني التذكيرية مفهومة سهلة مش صعبة. الدليل على ذلك القرآن نفسه، ثم التجربة في الواقع المشاهد من لدن العوام اللي ما قروش. ماذا يقول الله جل وعلا في القرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، ماشي للتفسير، للذكر، فهل من مدكر؟ يعني بحال اللي كنقولوا بالدارجة هالعار، غير خص لي الذكر، خص لي يتأمل، خص لي يتفكر ويطرق باب الرحمن، راه رب العالمين يفتح له الباب. ولقد يسرنا تيسير القرآن للذكر، أي للعبادة القلبية التذكرية التدبرية. فإذا هذا التيسير عام في العلماء وغير العلماء، هذا من حيث القرآن. ولذلك يقول فهل من مدكر، وهذا على الإطلاق، كيف ما كان ومنين ما جاء سيتذكر بإذن الله عز وجل إن طرق باب الرحمن بصدق وأنصت إلى الآيات بصدق وإخلاص. دليل ذلك من الواقع أيضا أن الله جل وعلا بقدرته وسره العجيب حفظ العربية حتى في اللهجة العامية، قرآن بالعربية، ورب العالمين حفظ للقرآن، باش يحفظ رب العالمين القرآن حفظ اللغة العربية، حفظها حتى في الدرجة العامية. كيف ذلك؟ صحيح أنه بالدرجة العامية كان تكلموا بالعربية معوجة محرفة، ولكن من حيث المعاني الكلية زعما المعاني الكبيرة هي أولا واحد عدد كبير ديال الألفاظ العربية الفصيحة موجودة في العامية العربية من المغرب إلى المشرق مقدن فيها، هذا واحد. ثانيا
أنها تستعمل اليوم كما استعملت قديما. دل عليه كثير من الأمور المعاشية، من بينها أن سبحان الله العظيم، وهذا من سر الله في هذه الأمة، أن اللغة العربية من اللي تحولت للدارجة العامية ما تفرقتش إلى لغات، بل بقيت عربية، لم يقع لها كما وقع اللغة اللاتينية. هاد الناس ديال أوروبا وأمريكا في الأصل كانت عندهم لغة واحدة، هي الجدة ديالهم كاملين، هي اللغة اللاتينية، وتفرقت ضربها الله تعالى فتشتتت، صارت فيها الإنجليزية والصبريونية والألمانية والطليانية إلى آخره، برتقيزية إلى آخره. ولكن واحد ما كيفهم واحد، إلا تكلم الإنجليزي مع الألماني إطلاقا وش وقع التواصل، والفرنسي مع الهولندي إطلاقا وش وقع التواصل، يعني صارت لغات أخرى فرقهم الله عز وجل. العربية لا، ياك تفرقت العربية إلى لهجات، حنا كنسمعوا المصريين، كنسمعوا السوريين، كنسمعوا الفلسطينيين، العوام ديالهم ونفهم، كنفهموا واش كيقول، وهم يفهمون عنا المعاني المجملة ماشي التفاصيل، ولكن المعاني العامة. ما كيناش لغة في العالم اللي من الساعة الأولى يتكلموا لها وتفهموا إلا ما قريتهاش وتعلمتها سنوات في عمرك، ولكن اللهجات العربية شوية، غير واحد شوية كتبقى تفهم المعنى. أولا من البداية كتعرف الكلام علاش كيدور، المعنى العام. ثانيا حتى التفاصيل، حتى العبارات الصغيرة الجزئية، واحد الأسبوع ولا شي حاجة كتعلم ليها وتعرف اش كيقول بالضبط، وتقدر ترجمه اللهجة ديالك المغربية بالتمام والكمال. بل راه عندنا النساء العاميات اللي مدمنات على التلفزيون مع الأسف كيتكلموا بالمصرية بحال المصريات، ما قراو شايف في المدرسة، اللي يكون كتفرج على التلفزيون الإنجليزي تبقى عمرها تما ما تطلع شي كلمة واحدة الإنجليزية تحفظهاش. ولكن لأن اللهجة العربية عربية، ولأنك أنت تتكلم عربية في الأصل، هي العربية ديالك وديال الآخر وديال الآخر. هذا ماشي صنعة بشرية إطلاقا، صنعة ربانية. ليكون الجميع وإن تفرقوا يلتقون في مصدر القرآن الكريم، هو العين الأولى. عجيب فعلا هذا الأمر. فإذا القرآن لا خشية من ضياع معانيه التذكيرية، ماشي التفسيرية. التفسيرية ما لها العلماء، والصنعة صنعة ديال العلم وديال الخدمة بقواعدها، وهذا تخصص واختصاص كيقراو عليه الناس عمرهم كامل باش يفسروا باش يستنبطوا أحكام الشريعة. حتى في زمن الصحابة معاني التفسيرية ما كانت شيء عند الصحابة كاملين، إنما كانت عند الذين يستنبطونه منهم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نزلت في الصحابة أولا، وهم أنفسهم يعني فيهم الفقيه وفيهم الذي ليس بفقيه. فهذا هذه المسألة مسألة ديال اختصاص عند العرب أجمعين وعند المسلمين بصفة عامة. أما التذكير فالله عز وجل قال لنا كما ذكرت قبل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، عند كل شيء، العالم والجاهل، اللي قاري واللي ما قاريش، فهلم مدكر. زيادة على هذا المشاهدة، راكي تقرأ القرآن للعوام كيتأثروا، ما يمكنش يتأثر إلا ما فهمش ولو إطلاقا، كيتأثروا. التأثر دليل على أن القلب اتصل بالمعاني التذكيرية بالقرآن الكريم، كيعرف السياق بلي راه كيتكلم على جهنم واخا ما يعرفش يفسرها لك، كيعرف السياق راه كيتكلم على الجنة، كيعرف السياق راه كيتكلم على الحساب، كيعرف السياق راه كيتكلم على العمل الصالح، كيعرفوه كامل. ثم لأن لغة القرآن ولات معلومة من الدين بالضرورة، ما معنى معلومة من الدين بالضرورة؟ يعني ولات واحد الحاجة اللي هي شعبية متداولة، كنربيو عليها أولادنا وربونا عليها والدينا، فذلك أحكام القرآن. الناس كيعرفوا الخمر حرام، واش شي واحد مغربي مازال يحتاج يدخل مدرسة باش يعرف الخمر حرام؟ لا، كيعرفها من الدار. الصلاة واجبة، السرقة حرام، يعني هذه الأمهات من جلائل الأعمال ومن الفضائل، وكذا أمهات الرذائل التي هي أساس تشريع في القرآن الكريم وأصول العقيدة في القرآن، ولات عبر تاريخ ديال الإسلام ثقافة عامية عند الناس كاملين، العوام كيعرفوا هادشي. فلذلك حينما يتكلم المتكلم قارئا للقرآن كيكون راه سابق الأذهان المعاني العامة ديال القرآن، فيتواصل الناس مع القرآن. إذن أنت في حاجة إلى ماذا؟ في حاجة إلى إحضار قلبك وتقييده، تربطه مرابطة مع هذه المعاني التذكيرية، ما تخليش عود الشروط يبدأ يجيك، ترابط مع هذه المعاني التذكيرية، ترابط معها أي أنك تستفيد منها وتستوعب منها لقلبك ما يشفيه بإذن الله. عندك في قلبك أمراض، قطعا كلنا نعاني من أمراض القلب، تبرأ وتمرض. إنسان غير يخرج للشارع ويشوف يعني مرأة عارية، هذا مرض صافي، راه فيك بحال فيك شي جرحة، خصها الدواء ديك الساعة. وأتبع السيئات الحسنات تمحوها، والقرآن رأس الدواء وسيد الأدوية.
فلذلك عجزك ضعفك كل ما تعانيه من هموم قلبك من شواغلك من ضعفك من عجزك من رغبتك في عبادة الله والتوبة النصوح إليه سبحانه وتعالى. القرآن هو الدواء. أنصت إذن إلى كتاب الله يتلى وأنت قائم أو حينما تقرأ. أحضر قلبك وذكره بتلك المعاني. تذكير إذا حصل لك هذا ركعت لله حقا. اللي كتركع لله كتلقى يعني أنك تعظم عظيما، مش غير دير واحد الحركة رياضية بحال كتلعب، لا تعظم عظيما، كتشعر بأن هذا الركوع هو هيئة تعبدية يبصرك مولاك وأنت تحييه بهذه التحية التعبدية كما تحييه الملائكة في السماء. عجيب فعلا. ثم ترفع ثم تسجد كذلك وتدرك أنك بين يدي ملك عظيم، أنك تحت رب علي تسبح ربك الأعلى، وأنت جبهتك إلى الأرض وقلبك يرتقي يرتقي يرتقي، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنك ارتقيت في القرآن. لم يقل عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الآخرة عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. هذا في الجنة. الجنة درجات، كيقول لك اقرأ كل آية بدرجة، اطلع الحد ديالك هو الحد ديال الآيات اللي كنت تقرأ في الدنيا. هذا الارتقاء يقع في الصلاة أيضا في الدنيا أيضا، لكنه طبعا ماشي ارتقاء مادي كما هو في الجنة، كترتقي في النعيم، جنة فوق جنة، هذا ارتقاء معنوي روحاني قلبي، تقترب من الله جل وعلا حتى تجد حلاوة المناجاة. هو يقول لك، تقول له مناجاة تجدها في الصلاة، فإذا سجدت وجدت أنك قريب قريب قريب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الليل، وقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أي بعض الليل من للتبعيد، لو كان يقوم من الليل. ولذلك قال عز وجل لإحسان هذا الفعل: يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا. فاللهم اجعلنا من القوامين، اللهم اجعلنا من الصوامين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.